الكلام يبقى الكلام في حجة الوداع. فلم يقبل النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يرى هذه الامه تتنازل هذا يوم. والهذه الذي يحدث الان هو القديم يتجدد. شرع الارضيه والاحراق القوميه بين المسلمين هذا يكثر على ذلك. وترى المسلمين للاسف الاسلم من ذلك حينما نجلس في بعض المجالس وفيهم جنسيات كثيره ترى هذا يكثر على ذلك ويبدأ بعد قليل التنكر بينهم. لماذا يا إخوان؟ هذا الأمر فرعاه أولئك الذين قاموا سنة 1916 بتسليم الوطن العربي وبتسليم جبال الفطر الخصيب تسلموا بهذا العرب وفرعوا حدودا درجوا فيها تكرار حتى يبقى بين العرب والمسلمين شجار ونزام دائم. هذا الامر الذي فعلوه اليوم فعله اسلافهم من المنافقين قبل 1400 سنه. لما نزل النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينه واجتمعت قبيله الاوس والخزرج يقال الاوس والخزرج ابن قيله لكنهم كانوا يتنكرون فيما بينهم كثيرا فنزاع يبني عنه. فرأى أهل النفاق ورأى أعداء الملة هناك ولا أريد أن أذكر أسماءهم فأنتم تعرفون بالقبيل من الذي كان يقيم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة القديم المعروف. هؤلاء رأوا أن المهاجرين الذين جاءوا من مكة على قبيلة الأوس على قبيلة الخزرج صاروا لقمة واحدة وسيرا لا ينفصل. فقالوا والله لئن اجتمع هؤلاء ليخرجننا من المدينة. إذا ما العمل؟ فكروا فيما يصنعونه اليوم في الوقيعة. فجاء ذلك الرجل الذي وكل بهذه المهمة وجلس في جماعة من الأوس والخزرج. وكان لهم في الجاهلية أيام وقتال شديد وقتل بعضهم بعضا وأثنى بعضهم بعضا. فأخذ يجلس ويقول للأوسي أتذكر يوم كذا؟ يقول له فيرد الخزرج يقول له ولكن حصلها كذا وكذا. فيرد الأوسي كلمة من هنا وكلمة من هنا ما الذي حدث؟ قال بعضهم لبعض إن سلتم أحد أهل الكعبة فإذا حقه هي من الحمد. فاتفقوا على أن يتلاقوا في الحرب منطقة رجال المدينة. اتفقوا على أن يريدوا القتال من جديد. وانظروا ماذا يصنع العدو بتقسيم هذه الأمة وبزرع النهرات العرقية والطائفية فيه. فقال صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهم مسلمون استغلهم ذلك ابليس وخرجوا ويبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول الراوي فقام يجر رداءه يعني قام متعجلا ثم وقف بين هذين الصفين وقال ايها الناس بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهريكم فتقتلون وتحملون السلاح وأنا لست حيا بينكم. وأخذ يذكرهم الله عز وجل حتى ذكر الصحابة أمسيها بالله وألقى كل منهم سلاحه وأخذ يهددهم. إذا فكرة ساعدت الأمة الوحيدة
سيكون يوم عيد. لذلك أقول لحضراتكم بنص موجود رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سينصف إخوتنا شئنا أم أبينا وتصلى جوارهم أنفذا له. هم منصورون منصورون بوعد الله عز وجل، ليس بمنة الله عليهم، لكن إن نصرناهم وكنا جوارهم حسنى الشرفة، وإن خذلناهم نصرهم الله عز وجل وكتب علينا العار والثمن. القصة الثالثة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيها: قال وسألتهم هذه بكتهم ألا يلبسنا شيئا بدأ مهمين
Thank you.